نثير النقاش مع زميلنا الإعلامي مومن أيت قاسي بخصوص هذا الموضوع، ترشح الجزائر لاحتضان كان 2027 في وقت أن الجزائر مترشحة لاحتضان كان 2025. هناك الكثير من القراءات مومن، هناك من يعتقد أن ورقة الجزائر قد سقطت في الماء فيما يتعلق باحتضان كان 2025، وإلا لما يعني ترشحت الجزائر مرة أخرى لاحتضان كان 2027؟ السلام عليكم حسام، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. مشاهدي قناة النهار، أظن أني سوف أكون جد يعني واقعي، وكما يقولوا يعني بصريح العبارة، هذا التفكير يعني القراءة هذه تاع الجزائر خسرة الرهان 2025 سمعنا من عدة محطات وأبواق في على مستوى منصة التواصل وعند بعض الشخصيات التي ربما أرادت أن تقول أو يعني تستبق الأحداث. لماذا اليوم شئنا أم أبينا ملف الجزائر ملف قوي بالنسبة ل 2025؟ أقولها وأكررها، لو يكون عدل في يعني في تعيين من سيحتضن 2025، الجزائر لديها أسبقية على كل المترشحين. أقول المترشحين اليوم، حطينا ملف حسام، حطينا ملاعب، حطينا مرافق، حطينا كل شيء، يعني كما يقول لك لي روت لي زطوروت، كل حاجه حطينا في الملف. هنا حطيت ملف، ولكن عاود قريت كما قال لك عبود البيان تاعك، في هنا نيه اهتمام بترشح الجزائر في المسابقه. لماذا؟ لا قدر الله ما فزناش 2025، عليك ان تكون مرشح لاحتضان 2027 كي تستطيع ان يكون لك شرف احتضان كاس افريقيا 2027، والا في فايتر بري دوكور يعني راح تخسر ترشح، لانك انت ما رشحتش في ليبيلي لي تلاكاف تحط فيهم فتح ملفات ترشح 2027. اقول لا قدر الله، لان احتضان في 25 للجزائر وارد، ولكن ربما مؤمن هذا بناء على معطيات معينه تم ترشح الجزائر لاحتضان كان 2027. يعني لو كانت ان الجزائر لن تكون لها فرصه في 2020، اقول لك اليوم في نيه ترشح، وهذا من الخطا. خاصه عموما سامحني فقط، خاصه ان هناك من تحدث في السابق سواء اعلاميين او ربما ناشطين في المجال الكروي الافريقي تحدثوا عن توزيع الاوراق او بخصوص توزيع البطاقات بصفه يعني مضبوطه مسبقا، يعني الجزائر المغرب 2000 الجزائر 2027 المغرب 2025 ونيجيريا 2029، وهل لما استبقنا الاحداث انه فيه نيه، وهل كانت ملفات ترشح 2027 مفتوحة في تلك الفترة؟ لماذا انتظرنا اليوم إعلان نية ترشح البلدان إلى يومنا هذا؟ يعني هي صحيح دائما يكون فيه كلام في الكواليس، دائما فيه يعني دعم لملف عن ملف آخر، تعرف كيف تسير الأمور في إفريقيا أخي حتى، ولكن هل هذا يعني ما يدعو إلى الشك يعني مومن كما قلت دائم. ما يدعو إلى الشك، سامحني فقط مرة أخرى، ما يدعو إلى الشك مرة أخرى ويحفز على إعطاء الكثير من القراءات. لماذا لم يتم الإعلان عن فتح باب الترشيحات في نفس الوقت، يعني 2025 و2027؟ هذا سؤال جيد، ولكن ما بيدنا حيلة في أروقة الكاف، تعرف يا حساد كل أمور كيف تسير. اليوم ملف الجزائر هاهو نقول لك لديه أسبقية في 2050، اللهم إن كانت هناك كولسة من بعض الهيئات التي تريد فرض بلد عن بلد آخر، كما حاولت في 2017 كذا، التي لعب الآن 2021، لما لعبنا في 2023 كان 2021 في الكامرون، كانوا حايبين يلغيوا محور معروف، كان يريد في محور معروف مدعم من الفيفا وبإعادة من الكاف، كان حايب يلغي كان الكامرون او تاجيلها، ولم يتم ذلك. هذه كلها تاويلات وقراءات ومحاولات. اذا اليوم انت حسام ما راكش
السير ما راكش السير باش يفهمونا مليح الغاشي، انت لست متاكد من الفوز في 2025 وفتح باب الترشح ل 2027، هل تبقى تبقى يعني تكتف في يديك؟ ولكن الجزائر هي البلد الوحيد مومن، الجزائر مومن سامحني فقط، الجزائر هي البلد الوحيد المترشح ل 2025 و2027 من بين البلدان المترشحة في 2025. هذا هو الأصل، لو أنت يا حسام كالفاف أو كالجزائر ما تقول راني ضامن 2025، لو كان نحط ملف 2027 راح يجيني واحد كيما حسام يقول لي ربما راك خسرت 2025 مؤشرات وما ندخلش هذه اللعبة. أنا لو كان على بالي لو ما نجحش في 2025 وما نحطش ملف ترشح 2027 راح تولي خسارة على مرتين. يتم لازم توجد روحك من باب الاحتياط أنك تحط وتودع ملف تاعك 2027 ولكن بالدفاع بشراسة على 2025. هذا إن كان لديهم يعني كما يقول لك ضمانات، لأنه اليوم ما تقدرش تقول لي تسريبات. يعني واحد كيقول لك حسام نضمن لك باللي فلان دا 2025 ولا في الجزائر حتى 2025، هذه ضمانات ماشي تسريبات، ما تقول لي والو. يتسمى فيه لوبي يعمل لي هذا الامر وانت تشجعه بكل صراحه، لازم نكون صراحه بيننا. واضح وللحديث بقيه مومن كما يقال، للحديث بقيه والموضوع يبقى مفتوح للنقاش. شكرا جزيلا لك مومن ايت.